أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تفتقر الأحكام للأدلة. نعم. وهذا ما عليه أهل الملة. نعم، القاعدة تقول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هذه قاعدة عظيمة، ولي فيها رسالة اسمها رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة، رسالة في افتقار إثبات الأحكام للأدلة. الأحكام الشرعية الأدلة الصحيحة، الأدلة الصحيحة، اي نعم، او نحو هذا الاسم، ما يحضرني الان هذا الاسم. اي نعم صح، هذا هو. الاحكام الشرعيه تفتقر في ثبوتها الادله الصحيحه الصريحه، يعني لا يجوز لك ان تثبت واجبا الا بدليل، ولا محرما الا بدليل، ولا مكروها الا بدليل، ولا باطلا الا بدليل، ولا عزيمه الا بدليل، ولا رخصه الا بدليل، ولا سببا الا بدليل، ولا شرطا إلا بدليل، ولا مانعا إلا بدليل، لأن هذه كلها أحكام إيش؟ شرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة، فلا حق لك أن تشترط من عند نفسك ولا أن توجب من عند نفسك وهواك، لأن هذا دين الله، فلا نثبت في دين الله إلا ما أراده الله وأذن به. فهمتم القاعدة؟ ارجعوا لها في رسالة أظن اسمها نحو هذا، والله أعلم، رسالة في افتقار إثبات الأحكام. والله أني من العالم هذا موجودة؟ اسم بس. طيب تفضل تفضل. المهم هالأصول ذي اللي أقول ارجعوا لها، تراها أصول في قواعد، هي ركائز أهل السنة والجماعة، ومن بنى علمه وفقهه على هالأصول والقواعد العظيمة اللي تبين لك الدين ومقاصد الشريعة، فبإذن الله سينتفع به الأمة نفعا عظيما، إذ لا يقف أمامه أي مبتدع. المبتدع ما يقفون أمامه، لأن عندها الأصول هذه.